رفيقة يا جميل أعيش بها عيشا راقا لما بدأ منك القبول لما بدأ منك القبول لما بدأ منك القبول أخرجت من سجن الأسى الحمد لله الذي شرف الأنام بصاحب المقام الأعلى وكمل الوجود بأكمل مولود حوى شرفا وفضلا حملت به أمه آمنة فأصبحت به آمنة ولم تجد لحمله ثقلا ووضعته صلى الله عليه وسلم لا يرى أحسن منه ولا أحلى بنور كالشمس بل أضوأ وأحلى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تملأ الخافقين نورا وفضلا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه الذي لم تزل خصائصه ومعجزاته على مر الأوقات تتلى اللهم صل عليه وعلى آله الطاهرين والرضا عن أصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ممن بذلوا في حبه روحا وأهلا. مستمعي الكرام، أنتم في الاستماع إلى إذاعة ميد راديو في برنامج خاص عن مناسبة المولد النبوي، احتفاء بنعمة الله وتقديرا لفضله وشكرا على ما من به على البشرية جمعاء وعلى المسلمين حينما بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن تعزيز للارتباط وتجديد كذلك للعودة الصادقة للرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام وترسيخ للهوية باعتبار أن المولد النبوي جزء من ثقافتنا وجزء من محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويبرز لنا أو يمثل لنا امتدادا تاريخيا لأسلافنا ولسيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعي الكرام، لا أطيل عليكم إن شاء الله تعالى في هذه الجلسة الربانية المحمدية. معنا مجموعة من الشيوخ ومن الدكاترة ومن المختصين لغادي نجروا معهم إن شاء الله حوارا طيبا مباركا، وهم يعني أئمة ومختصون يعني في المجال الديني بفرنسا. معنا سيدي حسن بالمجدوب، معنا كذلك سيدي طريق، معنا كذلك مورغان كالي، معنا سيدي خليلو. بإذن الله تعالى نبدأ مع سيدي حسن بالمجدوب، وهو إمام وخطيب ومحاضر وأستاذ كذلك للعلوم التكنولوجيا هنا بفرنسا، وهو يشرف إن شاء الله على التقاعد. نسأل الله تعالى أن يطيل في عمره وأن يبارك في صحته. نعم، كذلك هو رئيس جمعية مسلمي
ميرينياك بضواحي يعني بوردو بفرنسا، رئيس المجلس الجهوي والإقليمي للديانة الإسلامية بمنطقة أكويتان. نعم، ومعنا كذلك سيدي دكتور طريق أبو النور. إذن سيدي حسن مرحبا، السلام عليكم. سيدي حسن. وي السلام عليكم، كيف الحال؟ أمور مزيان؟ كنقطع لي التليفون. نعم، عيد مبارك سعيد. الله يبارك فيك أخي الكريم. نعم شكرا لك. نعم، نرحب كذلك ونعرف إن شاء الله تعالى من بعد بالدكتور ديالنا طريق بن قرعي أبو النور. مرحبا سيدي. مرحبا سيدي، وجزاكم الله خير على هذه الدعوة الكريمة، وعاد الله عليكم وعلينا هذه الذكرى الجميلة المنورة للخير والعافية والرحمة والبركة. بارك الله فيك، وتنعتذر لكم جميعا، عارف الاشتغالات ديالكم والارتباطات ديالكم، فجزاكم الله خيرا على الاستجابة لهذه الدعوة المباركة. إذا نبدأ بسيدي حسن. سيدي حسن بالمجدوب، كيف الاحتفال بفرنسا بالمولد النبوي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي محمد برا. أولا أشكرك على هذه الضيافة الكريمة إن شاء الله تعالى، وهذه ماشي أول مرة الحمد لله اعتدنا على هذا البرنامج، وكذلك أقدم سلامي لأخي طارق والأخ سيدي مورغان إن شاء الله تعالى. وبهذه المناسبة هذه أقدم يعني تهاني الحارة بهذه الذكرى القيمة المولد النبوي الشريف إلى الشعب المغربي كافة وإلى ملك البلاد وإلى الأمة الإسلامية قاطبة. فيما يخص بطبيعة الحال المولد النبوي الشريف، هو ذكرى عظيمة الحمد لله، وكما تعلم أخي الكريم راك عارف الظروف هنا في فرنسا كيف. نعم. مقاسي مع بعض المنكرين لهذا هذه الذكرى العظيمة، فالحمد لله الآن نحاول جادين أن نفرض هذه الذكرى هذه على الساحة وفي مساجدنا، والحمد لله. والبارحة راك أنت بالعلم ديالك عملنا محاضرة في المسجد وكنت حاضر بها فيها إن شاء الله تعالى، والحمد لله كان الجمع كانت الناس كثيرة حضرت لهذا اللقاء. فإن شاء الله يعني عدد كبير من المساجد في المنطقة نتاعنا تحيي هذه الليلة، تحييها بالذكر، تحييها يعني بالدروس، تحييها يعني بمسابقات قرآنية، تحييها يعني كذلك بإدماج حتى التلاميذ في هذه الذكرى، لأنها هي ذكرى عظيمة علينا الحمد لله. فالحمد لله نحن نحاول جادين الآن أن نحارب هذا التيار الذي يرفض هذه الذكرى التي تعتبر أعظم ذكرى، وهي ذكرى المولد الشريف إن شاء الله تعالى. نعم. سيدي حسن، يعني بالنسبة للعائلات من خلال يعني الرصد ديالي المتواضع أنه لقينا شوية دي التراجع، يعني ما تحتفلوش يعني ما تنعممش يعني لأنه ما عندي شيء يعني أرقام هكذا نقدر نصدر أحكام. نعم. ولكن يعني ذاك الاحتفال واحتفاء يعني اللي تبرز في شراء الملابس في الوليدات والاجتماع يعني نقص شوية، واش كاين ضغط يعني حيت الحياة هكذا تجري والناس ممساليين شاي، ولا كاين واحد الجانب ديال التأثير ديال واحد الفكر اللي تيقول بأنه هذه راه ماشي مناسبة اللي ممكن يحتفلوا بها؟ هو بالأخص هذا الجانب التالي، يعني الآن يعني دائما في قرب هذه المناسبة تدخل وسائل يعني التواصل الاجتماعي تجد منكرين، فالناس مساكن بسطاء يعني لما يسمعوا هذه حرام هذه بدعة هذه حرام هذه بدعة، فالناس ولا تخاف أنه ربما يرتكبوا يقوموا بعمل ويكون يعني مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت لك الآن الحمد لله من خلال المنابر من خلال الجمعة الآن ولينا نوعيوا الناس ونفهموا الناس على أن هذه سنة وهذا احتفال وهذا يعني ذكرى عظيمة لا يمكن أن تمر هكذا، والحمد لله الآن الناس يعني عندنا في المسجد البارح أو الأمس الناس يجيبوا صدقات يجيبوا الطعام يجيبوا أكل يجيبوا سميتو للمسجد وكل هذه المناسبة، وبعض الناس يجيوا يتساءلوا كيف يعني ما كانش شي حفل في المسجد ما كانش، قلنا لهم إن شاء الله تعالى سنقوم بحفل كبير بإذن الله في القريب العاجل أسبوع أسبوعين إن شاء الله تعالى، ونعمل حفل كبير إن شاء الله تعالى لهذه المناسبة، لأن لا يمكن أن نبقى هكذا صامتين، لابد أن تتغير الأمور إن شاء الله تعالى. والحمد لله الآن الأمور تتغير شيئا ما، الناس ولات تذكر
هذه الذكرى هذه وتكلم عليها ويبعثوا يعني رسائل يعني التهنئة للناس بعضهم البعض بإذن الله عز وجل. نعم شكرا سيدي حسان، ودائما الحمد لله تنشكرك انك تتلبي الدعوه في البرنامج وكذلك في اي مناسبه اللي فيها المصلحه ديال الجاليه المسلمه وحب ديالكم كذلك للوطن. نمروا عند سيدي طارق ابو النور. سيدي طارق هو دكتور من جامعه السوربون في الموضوع اللي كان خدا به الدكتور علاقة الفقه والتصوف سيدي محمد الحراق نموذجا، هو إمام وخطيب بطبيعة الحال، هذه ترجمة مقتضبة ومختصرة فهو أوسع من ذلك يعني الإدراك دياله، ولله الحمد هو إمام وخطيب ومحاضر، هو الأمين العام للمجمع الفقهي الأوروبي المستقل للمالية الإسلامية، هو عميد الجامعة المستقلة للتعليم العالي الإسلامي بباريس، أستاذ محاضر في عدة جامعات، ممثل الديانة الإسلامية في الجمعية العالمية لحوار الأديان صناع السلام بباريس، وعضو مؤسس في المؤسسة العالمية للأوقاف التي مقرها دبي، له مصنفات ومؤلفات، يتكلم بالعربية الفصحى وبالفرنسية وبالإنجليزية ويحاضر بهذه اللغات، له مؤلفات جليلة وعظيمة طلعت على بعضها صراحة في المستوى العالي، إمام مالك سيرته فقهه، ترجمة المرشد المعين، قام بترجمة المرشد المعين على الضروري من علوم الدين المياره الصغير، ترجمة هائلة بإذن الله تعالى، وهو كتاب يعني مطبوع ليسونسيال دو لا ريليجيون مسلمان، عنده كذلك دليل كل مسلم، دليل كل مسلم سؤال وجواب في العقيدة والأخلاق، عرفنا بياك، مقالات علمية باللغات يعني الفرنسية والإنجليزية والعربية، عنده كذلك l'éducation des enfants guide des musulmans la voie des croyants selon le Coran et la Sunna sumnu tous violents إلى آخره من هذه الكتب التي ألفها الدكتور طارق بن كرعي أبو النور حفظه الله تعالى. سؤال سيدي طارق، احنا تنسمعوا لبعض المشوشين، ومن المعلوم أن عندنا في المذهب المالكي يعني المناسبة المولد النبوي راه يعتبر عيدا، يعني تيحكي واحد القصة واسمح لي يعني نذكرها باختصار، ذكرها الإمام الحطاب رحمه الله يعني بن عباد، أنه كان شي مرة يعني قال كنت في ما خلا من الزمان، خرجت في يوم مولدين إلى ساحل البحر، فاتفق أن وجدت هناك سيدي الحاج بن عاشر، هو ماشي بن عاشر يعني اللي معروف صاحب المرشد المعين هذا السلاوي، قال وجماعة من أصحابي وقد أخرج بعضهم طعاما مختلفا ليأكلوه هناك، فلما قدموه لذلك أرادوا مني مشاركتهم في الأكل، وكنت إذ ذاك صائمة، فقلت لهم إنني صائم، فنظر إلي سيدي الحاج نظرة منكرة وقال لي ما معناه، إن هذا اليوم يوم فرح وسرور يستقبح في مثله الصيام بمنزلة يوم العيد، فتأملت كلامه فوجدت حقا وكأني كنت نائما فيقظني. سيدي طارق بنا إن شاء الله تعالى نسمع التأصيل ديال المولد النبوي. مرحبا سيدي. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح والآل الصحابي أجمعين. شكرا لك سيدي محمد، وشكرا اللي كيشاركوا معنا في هذا البهجة وهذا الفرح وهذا الإحياء وهذا الارتباط برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبطبيعة الحال في مشهور المذهب المالكي، لو بغينا التفصيل المذهب في مشهور المذهب المالكي يشبه عندهم المولد بالأعياد، ويقولون شبيه بالأعياد ويكره الصيام فيه، كما في شرح القرطبية للإمام الشيخ زروق رحمه الله عليه، والقصة التي أوردتموها بارك الله فيكم، يعني أنه يكره صيام مولد رسول الله السماء لأنه يوم فرحين ويشبه عنده بالأعياد. هذه من جهة في مشهور المذهب المالكي خلاصة. ما إذا أردنا التفصيل فقد ألف علماء وهم كثر تآليف ورسائل في المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، مثال على هذه الرسائل حسن القصيد في عمل المولد للإمام جلال الدين السيوطي الذي ترجم إلى اللغة الفرنسية ولله الحمد إلى لغات كثيرة، وكثير من العلماء منهم أبو شامة شيخ النووي، منهم إمام السبكي، منهم الإمام بن حجر الهيتمي، منهم بطبيعة الحال ابن تيمية نفسه في فتاواه أكد وهو يعني معروف بربما تشدده بعض المواقف عنده جد متشددة وشادة إن صح القول، ابن تيمية نفسه أجاز الاحتفال أو الاحتفاء بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرطة
أن يكون في هذا الاحتفال ما يرضي صاحب الاحتفال، ما يرضي صاحب الذكرى، أي ما لا يخالف شرع. نعم. من جهة ما أفرده الإمام جلال الدين السيوطي عن تاريخ المولد وكيف أنشئ هذا المولد، هو أولا وقبل كل شيء يرتبط بالآية، قول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الإمام: وأي فضل وأي رحمة أعظم من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استنقذنا الله به من ظلمات الوهم والشرك إلى أنوار الفهم والعلم ومعرفة الله عز وجل. فأبشر وأكرم، وإن فأويل من فرح بهذه الرحمة المهداة هو الرحمة المهداة للعالمين، فبمن نفرح؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك يفرح. والبخاري في صحيحه أورد قصة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بشرت ثويبة، وكانت يعني أمة عند أبي لهب، بشرت ثويبة أبا لهب بمولد ابن أخيه مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح عند رسول الله. قال البخاري: فما زال الله عز وجل يخف عنه من عذاب القبر، يخف عنه من عذاب القبر كل يوم اثنين، لأنه فرح برسول الله. فما بالكم بالمؤمن الموحد والمؤمنات الموحدة اللذان أو اللتان، المؤمن الذي فرحوا أو المؤمن التي تفرحوا بمولد رسول الله. كما قال شاعرنا: إذا كان هذا كافر جاء ذمه، وثبت يداه في الجحيم مخلدة، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد. فما الظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد سرور ومات موحدا. والعلماء اللي افتاوا بجواز المولد كثر، واللي افتاوا بمنع المولد على أساس أنه ربما بالنسبة إليهم بلا مستحدثة، كان وازعهم أو دافعهم إلى ذلك ما رأوا من خروقات في بعض الاحتفالات، هذا الذي دعاهم إلى فتوى التحريم. أما في الحقيقة حقيقة المولد، إذا كان هذا المولد كما قال علماؤنا يعني وهم كثر كما ذكرت، إذا كان في هذا المولد ما يرضي صاحب الذكرى فليس في هذا بأس ولا حرج، بل إن صاحبه يعني صاحب هذه البدعة الحسنة، إذا تتبعنا تقسيم الخماسي للبدعة كما عند العز بن عبد السلام سلطان العلماء، وكما عند كثير من العلماء كما في نيل الأوطار للشوكاني الذي قصه إلى حسنة وسيئة استنادا إلى قول عمر: نعم البدعة هذه. وهذا ما تبناه كذلك الشافعي ومن حذا حذوه، بأن البدعة قسمان: حسنة وسيئة، ومنهم من قال خمسة أقسام: بدعة واجبة، بدعة حسنة يعني مسنونة مندوبة، بدعة مكروهة، بدعة حرام، وبدعة جائزة. البدعة الواجبة مثلا هذا جمع القرآن الكريم الذي كان على هدي أبي بكر ثم على هدي عثمان ذي النورين، وكذلك من البدع المندوبة هذا المدارس الفقهية والكتب والنحو الذي جاء بعد عهد الصحابة لحفظ اللغة وحفظ القرآن الكريم، وله بدعة واجبة. فإذا حملنا مفهوم بدعة على أنها يعني ما استجد سواء كان حسنا أم قبيحا، وفصلنا وبينا للناس ما هو القبيح وما هو الحسن، رفع الحرج والالتباس، لأن الأمور بمقاصدها، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، وهذا أعظم دليل، من سن في الإسلام سنة حسنة، في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. إذن بشرى لنا بهذا الفرح، فرح برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأزيد على ما قلت وبه أختم، أن اليوم في هذا الزمان الذي تضاءل فيه الإيمان ونقص فيه الإيمان وغلب فيه طغيان الغفلة والبعد عن الله عز وجل والجهر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي عنوان الإيمان وسلام الإيمان وشرط الإيمان، لا بد لنا أن ننهض بمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المناسبة مناسبة مولده صلى الله عليه وسلم هي يعني أعظم وسيلة وأعظم مقصد لهذا التعريف
رسول السماء ومعرفة رسول السماء ليس فقط للمسلمين حتى لغير المسلمين. هنا مثلا في فرنسا الحمد لله بدأت هذه فتاوي التبديع وهذه الجهالة التي كانت يعني للأسف يعني تمنع من الاحتفال ومن إحياء ذكراه صلى الله عليه وسلم بدأت تتلاشى أمام قوة دليل أهل السنة والجماعة أو أغلب علمائنا ليس فقط جواز المولد ولكن ندبه به لما قلت أن العصر اليوم عصر عصر النسيان والغفلة عن الله فلا بد من تذكير الناس كما قلت العلماء لا بد من تذكير الناس من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلت هنا في فرنسا الحمد لله بدأت بوادر هذه العودة لتذكير برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأيامه وبسيرته عبر هذا الشهر المبارك شهر مولده شهر الأنوار في مساجدنا. مثلا يعني كنا احتفلنا البارحة في مسجد باريس مع كل من العلماء ومشايخ إلى غيره من كل حدب وصوب من كل الأطياف بمولده صلى الله عليه وسلم. جمعنا هذا المولد تليت فيه آية من كتاب الله ذكر فيه الله عز وجل وصلي فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلي فيه الشفاء للقاضي عياض شفاء بالتعريف بحكم المصطفى والشمائل الترمذي وتلي به بعض من صحيح البخاري ومن البردة والهمزية وما إلى ذلك من يعني النفحات الربانية التي أحيت القلوب حقيقة وربطت المسلمين وغير المسلمين برسول الله صلى الله عليه وسلم وبحب رسوله. جزاكم الله خيرا سيدي طارق. تفضلتم يعني بالحمد لله بذكر بعض الأدلة على مشروعية الاحتفال وبالمناسبة يعني أن الحديث الذي ذكرتم رواه البخاري يعني مرسلا ووصله الحافظ بن حجر من طرق عديدة منهم يعني الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله. بالمناسبة يعني المختصون في الشأن الديني وفي علماء الاجتماع الآن تطرحوا يعني من أبرز التحديات التي تتواجه يعني الحضور الإسلامي بفرنسا يعني تتمثل في إشكالية وتأطير الجالية المسلمة وفي المحافظة على هويتها يعني مشيرين إلى ضرورة الانتباه إلى المسارات التي تجذب يعني بعضهم نحو التطرف والانغلاق أو نحو الانحراف والضياع. شنو هو الدور ديال الإمام يعني في هذا الجانب وكيف يستثمر مثلا المناسبة ديال المولد النبوي أو مناسبة ديال الأعياد كيفاش تتعيش هذه الأجواء يعني في فرنسا؟ نعم سيدي الحبيب احنا كما يعني تشرفت به سيدي محمد تفضلت كان يشوف بلد غير مسلم ومسألة الهوية مطروحة بشدة ومسألة الارتباط برسول الله السماء الذي هو الأصل مطروحة كذلك. إن اليوم من كتسأل الجالية المسلمة الجيل الثاني الجيل الثالث حتى بعض معتنقي الإسلام كتسألهم على النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا مجيب. كتسألهم على ربما مطربين مغنيين أصحاب الكرة إلى آخره وتوجدهم كيلقى يعني تبارك الله ذاك الشيء يعني عنده التفاصيل ديال الحياة ديالو التفاصيل بما يحب وما لا يحب إلى آخره. وملي كتكلم على سيد الخلق سيد الوجود الشفيع المشفع الحبيب الذي ينبغي أن يكون قدوة لكل مؤمن ومؤمنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفي رواية أسوة حسنة كتلقى والو ما كاينش يعني ما كاينش الجواب الشافي بل انه لا يعرف حتى يعني بعض الامور الاساسيه عن نبيه وعن شفيعه. فهنا كيوقع كيولي هذا الاحتفال او هذا التذكير كيولي واجب. انما لا يتم الواجب الا به هو واجب كيولي واجب خصوصا في هذه الارض هذه كيولي واجب لانه كيربطنا بمحبه رسول الله وخصوصا الاطفال تلقين بالنسبه للاطفال. ملي دخلت البارح كانوا تبارك الله الاطفال الى اخره هذا هذا هذه الثقافه هذا هي بالنسبه لنا مسؤوليه جميع الائمه المساجد ديالهم يحيوا هذه الذكرى باش يربطوا الناس. لان الناس علاش العلماء هذه تقريبا واحد كما كيقول الامام جلال الدين السيوطي في اربد ملك اربد علاش جمع يعني العلماء ديال أهل السنة في ذاك الزمان وأمر بالمولد. لماذا؟ لأنه رأى سبحان الله العظيم الفلاتة عرى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى الناس شغلوا بأعياد ومناسبات لا علاقة لها بديننا أعياد مسيحية أعياد يهودية أعياد ربما وثنية انشغلوا بها
فرأى علماؤنا في ذلك الزمن الزمن الماضي من مقاصد الشريعة أن يرجعوا هؤلاء إلى دينهم الذي حقيقة أصله وعنوانه هو محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعرف عليه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى أكون أحب إليه ماله وولده ووالده والناس أجمعين. فالنفوس تميل إلى حب الجمال، وهذا ذكر هذه عنوانه الجمال، كتبين جمال النبي صلى الله عليه وسلم، جمال خلقه، جمال خلقته، وكيكونوا الأنباح، كيكونوا السماء، الناس كيجيبوا الحلويات والهدايا إلى آخره، فتميل النفوس إلى ذلك من جديد. حتى أنه كما قلت لك المساجد اللي حين فيها الذكرى كانوا غير المسلمين، وكان واحد الجو جميل جدا. سيترك ممكن تحكي لنا يعني بعد شنو وقع والحوار اللي جرى بيناتكم، وكيفاش مثلا تيجيو غير المسلمين؟ تنعرف بان حتى دابا الان الفرنسيون يعني تيتسناو بعض المناسبات هكذا ديال العيد حيت يكون واحد الهدايا، ومعروف المغاربه تيصوبوا الحلاوي وهادشي. شنو تيوقع بيناتكم من هاد يعني هاد التواصل الثقافي والتواصل بين ابناء الوطن؟ نعم سيدي الحبيب، هي مناسبه حقيقه للتواصل، هي مناسبه لربط الجسور بين المسلمين وغير المسلمين، وكما كيقولوا جبلت النفوس على حب من يحسن إليها، جبلت النفوس على حب من يحسن إليها. وكما كتعرف مغاربة ديالنا والمسلمين بصفة عامة هنا في الغرب كرماء، يزل الخير فيه وفي أمتي إليه من القيامة، كرماء كيكون حلويات كيكون كذا، فكيكون هدايا، كيكون أطفال يلبسون أحسن ما عندهم، حتى كنلبسوا أحسن ما عندنا فرحا وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كيسمعوا باللغات باللغه الفرنسيه بلغتهم يسمعوا كلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسمعوا قبله مثله، يسمعوا على العفو د رسول الله، الحلم د رسول الله، الجمال د رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرنسيه كيشوفوا الوليدات، كيشوفوا الناس الحمد لله مستبشرين فرحين مبتسمين. فشنو كيوقع؟ كيوقع تفاعل، يجيو عندنا يقول لك شنو هذا؟ هذا احتفال، رسول الله، مزيان، هذا هو الرسول ديالكم صلى الله عليه وسلم، كان هكذا، كان حليم، كان رفيق، كان جميل، كان يعفو، كان وكنجبدوا هاد الايام ديال الرسول، تذكرهم بايام الله، كنجبدوا ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنتذكروها، وكيف وكيكون واحد المسابقات ديال احسن قصيده من حي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتلك ايات باجمل الاصوات، يكون واحد السماع يجذب، السماع يعني الامداح تجذب تطرق الابواب أبواب القلوب بلا استئذان، وتجذب إليها يعني السامعين حتى من غير الذين يفهمون اللغة. فهذا واحد الدواء الله عظيمة، إن دعوة الحال دعوة بالجمال، دعوة بالحال قبل المقال. وهذا الأمر هذا بالنسبة لي كيساهم واحد مساهمة كبيرة، إن لم يكن في اعتناق هؤلاء الإسلام فعلى الأقل بتعرفهم على هذا الدين، هذا واحد صفة أخرى، يبقاوش غير يسمعوا لهاد ربما المغربين والمنكرين واصحاب الاهواء واصحاب هاد يعني التطرف بطياحه واشكاله، سواء كان تطرف نفسي او تطرف عقلي. وهذا الاعلام كما كتعلموا هنايا كتعرفوا انا واحد كاين بعض الاعلام مغرب، فهذا كيجعل انهم يسمعوا واحد يعني واحد الحمد لله واحد كلام اخر جميل. نعم. ويشوفوا ناس محبين، وهذا يعني هذه الدعوه ديالكم وسط هذا الشغب، يعني مثلا واش يلقى لها اذان صاغيه؟ انتم الحمد لله تنعرف عليكم تتمثلوا الوسطيه والاعتدال والجمال الحمد لله والرحمه ديال الاسلام، يعني واش تلقاو يعني واحد المسانده في هذا الباب؟ رغم ان تلقى بعض الشباب ما عندهمش يعني تكوين، ولكن عندهم حضور قوي في مثلا في مواقع ديال التواصل الاجتماعي، دروس يعني مسجله بواحد الطريقه فيها تقنيات عاليه مثلا، واش تلقاو يعني واحد المسانده باش يعني تكملوا هذه الرساله ديالكم اللي هي الرساله ديال الرحمه؟ باش نكونوا سيدي محمد باش نكونوا متفائلين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل. نعم. الحمد لله يعني تغيرت الامور من 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 سيء الى حسن، ومن حسن الى احسن. تقريبا واحد 10 سنوات ما كانش يمكن لنا نتكلموا على المولد في فرنسا بتاتا. اللي كتكلم على المولد تنعتوا بالبدعي او بالقبوري او بالمشرك. بالمناسبه يعني ما تقدرش تكلموا، ماشي حيت يعني الدوله الفرنسيه تمنع، ولكن الحضور ديال اتجاه ديال واحد المدرسه معينه، اتجاه ديال الوهابيه اللي معروف انه كان تمنعكم، يعني باش نوضح المساله ان شاء الله. هي 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 في الحقيقه لا يمكن ان نقول فقط السلفيه الوهابيه، وانما بصفه عامه الجهل،
الناس اعداء لمجهل. الشباب هنا ما متقفينش، ما عندهم، ما قارينش الدين، ما عارفينش. كيدخل الانسان للدين كيسمع واحد الانذار، واحد الترهيب، يعني انه يداد المبدل عن حوضه، هذه بدعه الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون يفعلها، الصحابه اللي يكون يفعلوها الى اخره. فكان واحد التخوف، والشباب كيتخوف، والناس اللي كانوا كيحتفلوا في البلدان ديالهم، مثلا في المغرب الناس كان معروف الحمد لله في المساجد ديالنا في المغرب جلها بل كلها ان شاء الله تحتفلوا بالمولد، وكيكون يوم عطله الى اخره. ملي جاوا من المغرب لهنا لقاو واحد الجو اخر، لقاو انه بدعه، انه ضلاله، انه من اعمال القبوريين الى اخره. فتخوفوا، كان واحد التخوف، وهذا التخوف بدا كيزول. علاش بدا كيزول؟ لانه الناس الحمد لله سمعت انه هاد الناس هادو اللي كيحرموا المولد ما مبليش داكشي ديالهم على علم، بني فقط على الاهواء، ومبني على الكراهيه، ومبني على الاقصاء، وما عندهمش واحد بعد انفتاح على الاراء الفقهيه الاخرى وعلى المذاهب الاربعه. حيت هادو اللامذهبيه هما اللي كينشروا، غير اللامذهبيه هما اللي كينشروا هاد النوع ديال الترهيب المبالغ فيه والتبديع والتكفير والى اخره. وهذه الجماعات للاسف هنا كتنتشر هنا بكل حريه، لان كما تعلمون هنا فرنسا دوله لائكيه، اللي بغى شي حاجه كيقولها. ما كاينش واحد التنظيم الديني مازال، حنا ان شاء الله حنا غادي فيه، ما كاينش واحد التنظيم الديني غادي يجي. حنا متفائلين كما قلنا، وقول كما قلت لك سيدي محمد، الحمد لله الامور تغيرت من حسن الى احسن، ولاو اليوم شباب ومعتنقي الاسلام كيشاركونا في هذا الحفل. لا أدل على ذلك أنه في المساجد اللي حين فيها الذكرى كانت غاصة مملوءة عن آخرها بالمسلمين وبغير المسلمين اللي جاو كي الحمد لله. إذا تحضروا غير المسلمين، يعني ممكن يحضروا ويشوفوا، ما كاينش مشكل بإذن الله. تماما كيسمعوا. لأنه إحنا كنبلغوا، بلغوا عني ولو آية، يسمعوا كلام ما شاء الله مقبول وكلام جميل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيفاش كان الحلم ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنتذكروا في الشفاء اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيمشيو بواحد الحمد لله واحد النظره مغايره لما جاءوا عليه. كيجيو بواحد النظره يعني متخوفه من الاسلام، شكون هذا النبي ديالكم وكذا، العنف الى اخره. ملي كيسمعوا العلماء وكيسمعوا الائمه وكيسمعوا هذا الانباء وكيسمعوا، فكيرجعوا بواحد النظره الحمد لله متجدده على الاسلام. وكثير منهم كيمشي من بعد كيبقى يسول، وهذا المقصود. لان لحقنا غير هذا الامر ديال التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسفاره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو شيء جميل. وقلت سيدي محمد انه الحمد لله اليوم الناس ولات ما بقاش كتتبع غير ما قيل وقال، قيل وقال، ولات كتسمع علماء. والحمد لله ولاو كثير من العلماء معنا في المجتمع الفقهي وغيرهم كي ينشطوا في الترجمه بالفتاوى. بحال هذا حسن المقصيصي عمل المولد راه ترجم مؤخرا. نعم، ما كان حتى شي حاجه على المذهب المالكي، ما كان حتى شي حاجه على العقيده الاشعريه، ما كان حتى شي حاجه على المولد النبوي. فالحمد لله ولينا كنشاهدوا واحد الزخم، واحد الحمد لله. احنا غادي نرجعوا لك ان شاء الله سيدي طريق، ونشوفوا التجربه ديالكم يعني في الجامعه اللي تدرسوا فيها الفقه المالكي والعقيده الاشعريه باللغه الفرنسيه. نرجع لسيدي حسن بن مجدوب اللي شويه ما خديناش الحق ديالو، الله يسمح لينا. سيدي حسن مرحبا، والحمد لله حنا خوت بك شي مشكل. سيدي حسن، بغينا نعرفوا يعني من يتحمل المسؤوليه يعني في تاطير الجاليه، شنو الشغل ديالكم، شنو المجهودات اللي تقوموا بها؟ هذه فرصة تبين لنا سيدي حسن، يعني احيانا انا عارفك يعني تتخدم الحمد لله بصمت، وكلنا يعني ننشد الاخلاص، ولكن احيانا يعني مطلوب انه نعرفوا شنو هو الدور اللي تقوموا به. يا اخي كما اشار اخونا سيدي طريق بارك الله فيه وجزاه الله خيرا على هذا الكلام الطيب، حقيقة يعني الان الامور بتتغير هنا في فرنسا. نعم. والحمد لله هذا دور كبير، دور خاص للأئمة. الأئمة عندهم دور كبير لتوعية الناس، كما أشار له الأخ الفاضل أن الناس ما عارفينش الدين ديالهم، ما عارفينش النبي ديالهم، يعني عارف ذلك شيء قليل اللي عارفينه. فالآن أصبح من الضروري والواجب وخاصة في هذه المناسبة بالتعريف بهذا النبي الكريم. لا يمكن أن تمر هذه الذكرى ولا نذكر برحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني المنابر الآن كلها يجب، المنابر الآن في المساجد والأئمة كلها كل طرق فقط لهذه، كل شعارنا واحد طيلة نعم. هذا الشهر وهذه الأيام شعارنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى أن الشباب ديالنا والنساء ديالنا والأطفال ديالنا يتعرفوا على هذه الرحمة، الرحمة المهلة. Je vais juste parler quelques mots en français parce que je sais il y a quelques نعم انا غادي ان شاء الله نعطيك فرصه. بغيت كاسكي حسن نتكلموا لانه بالمناسبه مستمعي الكرام كاين كثير من الفرنسيين المسلمين ما تعرفوش هي العربيه يعني ما تعرفوش هي الدارجه، فطلبوا منا نعطيهم واحد الحق ان شاء الله وغادي نعطيه لسيدي حسن. ولكن بغيتك ان هذه النقطه نتكلموا عليها، المساله ديال الوعي ديال الائمه، واش عندهم وعي؟ مثلا احنا تنعرفوا بان الفتوى تتغير بتغير الازمنه والامكنه والاحوال والاعراف، فواش كاين هذا الوعي؟ نعطي مثال، مثلا العلمانيه كما ذكر مثلا سيدي طارق، العلمانيه مثلا الموقف ديال المسلم مثلا في بلد غير مثلا اوروبا قد يكون له يعني واحد الموقف اخر، لكن مثلا انا مسلم اوروبي اتشبت بالعلمانيه وادافع عنها لان هذه العلمانيه هي التي تتيح لي الفرصه باش نمارس الشعائر الدينيه بكل حريه نعم. وتعامل نعم. على مستوى القانون على قدم نعم. المساواة مع المواطنين الآخرين. فإذا نعم. هذه المسألة واش كاين وعي ديال الأئمة في المجال فاش خدامين، يعني مثلا اختيار الألفاظ دابا الآن غادي تقوم إن شاء الله بالترجمة، يعني ترجمة الخطبات الجمعة واش يديروها باللغة الفرنسية؟ واش هذاك الترجمة احنا تنعرفوا أن الترجمة خيالا للنص، يعني كيفاش نعم. تحولها؟ واش كاين شي مشاكل في الترجمة لأنه نعم. ترجم واحد الكلمه تقدر تكون عندها دلالات لو تيكست لو كونتيكست؟ في هذا المجال بغينا نسمع منكم سيدي حسن بحكم التجربه ديالكم الطويله في تاطير الجاليه. هو بكل صراحه يعني باش نكونوا صراحة يعني الائمه وربما اخي طارق يشاطرني الامر، عدد كبير من الائمه يعني هم فقط لا يتكلمون الا العربيه، والآن يعني فراغ كبير فيما يخص الأئمة. الآن عندي في المنطقة منطقة لكيتان عندنا عدد كبير من المساجد ليس لهم إمام. نعم. اللي جاي يطلع فوق المنبر ويخطب يهز خطبة هكا يتليشارجيها من انترنت ويطلع هكا يعني بدون يعني بلا ما يفكر، يعني يكون عنده برنامج، يكون عنده يعني سيرة، يكون فقط هكا يجي خطبة هزها ترق ويخطب بها وسميته. فهذا يعني سبب أشياء كثيرة، لكن الآن الحمد لله عندنا في المنطقة عملنا واحد المجلس جهوي للديانة الإسلامية أترأسه هذا العبد المذنب. نعم. والآن دورنا الآن هو تأطير الأئمة، الآن بغي نجمع الأئمة كلهم ونعمل لهم تأطير حتى يكون عندهم يعني دراية بالواقع، لأن عدد كبير من هؤلاء الأئمة جاءوا من البلاد ما عارفينش نعم. واقع فرنسا وكيتكلم فقط العربية، يعني لا يساير الواقع الفرنسي. فالآن بغينا نعطيهم هذه التوعية حتى يعرفوا الواقع الفرنسي، وكما أشرت له يعني فيما يخص هذه الليسيتي بعض الناس كياخذوها على أنها كفر، تقول هذا كفر هذا شيء. إحنا الآن كنفهموا لهم، وحتى أن عندنا لقاء إن شاء الله تعالى مع أحد المسؤولين الإداريين حتى يشرح لنا هذه المسألة هذه ديال الليسيتي لكل الأئمة وكل المسؤولين في المنطقة، حتى يكون يعني هناك تواصل ما بين الأئمة والمأمومين. وإن شاء الله تعالى إحنا غاديين في هذا الإطار هذا حقيقة الكلام. نعم. الآن يعني كما أشار الأخ يعني خاص الإنسان ينتبه لأي كلمة يقولها في المنبر. الإمام نعم. ممكن يقول كلمة وهو في لحظة حماس. نعطي مثال سيدي حسن، مثلا يتكلمنا مثلا على الكفر، مثلا نعم. الإمام في البلدان المسلمة يقدر يقول كافر الكفر هذا تتقبله الناس شيء عادي جدا، ولكن مثلا في سياقات أوروبية أو دولية وفي سياقات المواثيق مثلا الدولية قدر يفهم الكفر أنه إقصاء الآخر مثلا. واش يدرك نعم. الإنسان هذا فين يعني الوضع دياله يعني في التوجيه والتأطير؟ نعم. لا الحمد لله الآن يعني الأئمة الآن ولو يفهموا هذا الكلام هذا، فحتى هذه كلمة كفر ما بقاش يقولوا كافر، يعني يقول لك غير مسلم أو من ديانة نعم. أخرى، حتى يعني ما يكونش واحد الكلمة يكون عندها واحد وهذا عنده يعني دلالات نعم. يعني شرعية، يعني ماشي إحنا جماعة المسلمون نعم. يعني تيرضي واحد الناس، ولكن هذا راه واقع نعم. تنعتقده يعني ماشي مجملة نعم
نعم. استحسن نعم. ربما بغيتي دير شي ترجمه مختصره ان شاء الله. فقط خفيفه لبعض الاخوه. عرف ما كاينش مشكل إن شاء الله. مرحبا مرحبا ونعتذر مستمعي الكرام لان كاين مجموعه من المتابعين في فرنسا لا يجيدون اللغه العربيه، واستاذ حسن ان شاء الله سيقوم بترجمه. ماشي كل شيء يتقال وانما غير ممكن طارق يزيد الفرنسي احسن مني، ممكن اكاد انا ضيف شيئا ما فليتفضل. لا لا الحمد لله استاذ حسن تبارك الله ما شاء الله. Je voulais juste parler avec nos frères francophones qui sont en train de nous écouter concernant cet événement qui est l'événement de la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nos frères, Sidi Tariq et Sidi Mohamed Bourra, ils ont donné la preuve solide pour montrer que la fête et cet événement est devenu quelque chose d'indispensable. Et notre frère avait attiré notre attention sur le fait que les gens maintenant ils sont dans une insouciance totale, ils sont dans un égarement total. Donc il est devenu très important de parler de cet événement qui est l'événement de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce qu'à travers ce verset, le seul verset qui est « Et nous t'avons envoyé un camp miséricorde pour les mondes ». Ce verset met en évidence, mes frères et sœurs, deux vérités. La première, c'est l'imprégnation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de cette qualité qui est la miséricorde. Et il confirme ceci en résumant sa mission prophétique en ces termes « Je ne suis qu'une miséricorde offerte ». Alayhi salatu wa sallam. Et cela s'est clairement manifesté dans ses rapports avec ses compagnons et même avec ses détracteurs. Donc on doit parler de ce prophète, on doit essayer de faire sortir cette miséricorde, on doit la montrer à l'autre, le non-musulman. Et comme je le dis à chaque fois, l'autre qui est différent de moi, c'est pas mon ennemi. L'autre, il est différent de moi par son ethnie, par sa religion, par sa couleur, par sa nationalité, par je ne sais quoi, mais c'est pas mon ennemi. Mais moi, je dois lui montrer ce que c'est que mon prophète, à travers cette miséricorde. Le deuxième, c'est que la miséricorde est une qualité intrinsèque à son message, dans le sens où tous les enseignements, les prescriptions de l'islam sont une miséricorde pour les créatures. C'est pas une contrainte. Les enseignements, les prescriptions est une miséricorde pour toutes les créatures. سيدي حسن معذرة على المقاطعة، كاين ضرورة إعلامية إن شاء الله سنكمل معك بحول الله تعالى هذه المداخلة الطيبة الرحمنية بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا مستمعي الكرام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، أنتم في الاستماع إلى إذاعة ميد راديو في جلسة ربانية محمدية نتحدث فيها عن مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كنا مع سيدي حسن بالمجدوب، وهو إمام وخطيب ومحاضر بفرنسا بمدينة بوردو بميغينياك، ورئيس جمعية مسلمي ميغينياك، وكذلك رئيس المجلس الجهوي والإقليمي للديانة الإسلامية. وكان سيدي حسن يتكلم بالفرنسية كما قلنا، لأن كاين مجموعة من المسلمين الفرنسيين اللي يطلبون أنه تكون واحد المداخلة بالفرنسية باش يفهموا. سيدي حسن معذرة، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم سيدي حسن. نعم حبيبي. معذرة على المقاطعة، ممكن تكمل سيدي حسن؟ وصلتي يعني في قيمة الرحمة ديال الإسلام وديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Donc cette miséricorde qui est une qualité intrinsèque de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le message de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, réside que tous les enseignements, ces prescriptions sont une miséricorde pour la créature. Et en parfaite concrétisation de cette miséricorde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Celui qui n'est pas miséricordieux envers les gens, Dieu ne sera pas miséricordieux envers lui ». Le terme, et surtout ce mot-là, le terme « gens », englobe toute l'humanité.
Et c'est pour cela que quand on fait ces rencontres, comme il a souligné notre frère Tariq, quand il y a des non-musulmans qui assistent à ces événements, qui assistent à ces fêtes-là, et qu'ils vont entendre des paroles, quand ils vont entendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est miséricordieux même avec eux, qui ne sont pas musulmans, bien sûr, ça doit interpeller le non-musulman et ça va lui donner à réfléchir. Donc, ça englobe toute l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, vous ne savez, vous ne serez véritablement croyants que si vous faites preuve de miséricorde. Il dit, chacun de nous est miséricordieux au messager de Dieu. Il dit, il ne s'agit pas de la miséricorde de l'un de vous pour son compagnon, mais d'une miséricorde pour tous les gens. Une miséricorde générale. Et cette miséricorde, bien sûr, c'est notre prophète, alayhi salatu salam, qui nous l'a transmis. Comment il se comporte avec ses détracteurs. Donc, c'est pour cela, je dis à mes frères qui sont en train de m'écouter, faites attention à ce qui se dit pendant ces moments-là, pendant cette période-là, pendant cette période du prophète. Ces gens qui veulent nous faire oublier cet événement, qui veulent à ce qu'on ne se manifeste pas pendant cet événement qui est la naissance du prophète, alayhi salam. Comment on ne peut pas fêter cette naissance de ce prophète miséricordieux qui nous a sauvés de l'ignorance, qui nous a sauvés de la mécréance, qui nous a ouvert les portes du paradis, qui est là pour nous guider, qui est un modèle pour nous. Donc, cette miséricorde, comme je l'ai dit la dernière fois, notre prophète, il n'est pas parmi nous, mais sa miséricorde, elle est là. Et cette miséricorde doit se manifester à travers nous. Nous, on doit répandre cette miséricorde. On voit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se comportait avec les enfants. Comment il était miséricordieux avec les enfants. Anas, que Dieu l'agré, disait, je n'ai jamais vu quelqu'un de plus compatissant envers les enfants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était miséricordieux avec les orphelins, avec les faibles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était miséricordieux avec les femmes, le meilleur d'entre vous est le meilleur pour son épouse et je suis le meilleur d'entre vous pour mon épouse. Seul un noble honore les femmes et seul un ignoble les humilie. Donc vous voyez comment, alayhi salatu wa sallam, et c'est ça qu'il faut mettre sur le terrain. Et c'est ça qu'il faut répandre sur le terrain. Et si on ne profite pas de cette occasion qui est l'occasion de la naissance de notre prophète, alayhi salatu salam, quand est-ce qu'on va le faire? Donc voilà ce que je voulais vous dire, mes frères. Barakallahu fikum, c'est Sidi Mohamed. مرحبا سيدي حسن، شكرا لك على هذه الكلمة التوضيحية، وغادي ننتقلوا إن شاء الله تعالى إلى نموذج آخر، إلى الأستاذ الشيخ مورغان غالي، وهو فرنسي مسلم، إمام وخطيب جمعة ومحاضر هنا بفرنسا، وخريج معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، الانستيتوت محمد السادس pour la formation des imams, des murshidin et murshidat. وهذا المعهد مستمعي الكرام هو معلمة من أدوات المقاربة التي أطلقها مولانا أمير المؤمنين حفظه الله تعالى في مجال سياسة حماية الملة والدين. وهذا المعهد هو تقوم بواحد الخدمة مهمة جدا، تكون الأئمة المرشدين والمرشدات في مجال الإمامة والإرشاد، وتعطيهم القدرة وتمكنهم من المناهج والمعارف التي تؤهلهم للقيام بالمهام الموكولة إليهم عن طريق تكوين وتأهيل مستمر، وكذلك عبر دورات تكوينية علمية. فعندنا إذن هذا النموذج ديال الشيخ، نطلقوا عليه لفظ الشيخ وأخوه باقي شاب، الأستاذ مورغان غالي. بالمناسبة هو فرنسي مسلم ويتكلم يعني الآن يعني بالدارجة، ويتكلم يعني باللغة العربية. والحمد لله احنا بغينا نعطيو واحد النموذج ديال يعني التدين المغربي اللي ممكن انه يحقق كثير من الامور المهمه، لا من سلم ولا من سلام ولا من الاستقرار، خاصه تنسمعوا دابا يعني سيدي حسن تيتكلم انه ربما في بعض المساجد تيجي اي واحد تيخطب. انا تنذكر في واحد المسجد كنت مشيت لواحد المحاضره، وهذاك السيد تيشتكي بانه واحد مسكين وما تيقصدش، قالوا ليه دير جمعه، ما عندهم شيء امام، مشى قلب في هذا في الانترنت، والبحث في الانترنت ماشي سهل لانه تتبرز واحد المدارس معينه هي تطلع في 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 الصفحه، فهو خذا واحد الخطبه ما عرفش يعني الدلالات ديالها ابعاد ديالها، فقال لهم اللي ما تيصلي شيء فهو كافر.
وجاب هذاك الحديث لما يعني ما فهموا شيء، قال لهم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذا يعني مشكل. فالآن يلتحق بنا الأستاذ مورغان غالي. السلام عليكم سيدي الحبيب. نعم مرحبا سيدي. مرحبا بكم وتنشكركم، أنتم الآن يعني في مؤتمر علمي وعطيتنا الوقت، عطيتنا من وقتكم فجزاكم الله خيرا. أول سؤال ربما غادي تسأل سيدي مورغان وغادي تبقى دائما يسولك، يعني أنا كنت تبعت يعني الأنشطة ديالك والحمد لله أنت واحد رجل نشيط تبارك الله. في واحد روبورتاج يعني كونسيرنون لي زيمام فرونسي فورمي او ماروك، كان واحد روبورتاج ديال واحد يعني اذاعه فرنسيه سولوك يعني على سبب دخول ديالك ديال الاسلام، وجاوبتي واحد جمله جميله جدا، سيتي اون استوار دامور. يعني شنو اللي جرك للاسلام وخلاك انك ماشي غير يعني تدخل الاسلام انك تولي اماما تتحاضر في اكبر مساجد في فرنسا؟ مرحبا سيدي. الله يبارك فيك سيدي أستاذي سيدي محمد، شكرا على هذه الدعوة الكريمة. أولا أود أن أقدم لكم سيدي وللجميع جميع المتتبعين ولجميع المغاربة ولجميع المسلمين بل للبشرية كلها، لأن سيدنا رسول الله هو رحمة للعالمين. فأولا يعني أقدم لكم أجمل التهاني وأسأل الله العظيم أن يجعل أيامنا وأيامكم كلها فرح. سيدي محمد، في الحقيقة كما قلت أن هذا ce rapport à l'islam, ce rapport à Dieu, c'est une histoire d'amour. C'est-à-dire que c'est une relation qui est très, pour moi en tout cas, qui est très difficile à exprimer par des mots. Mais peut-être que je peux revenir sur la question du pourquoi avoir choisi l'imama. يعني السؤال علاش دخلت الاسلام، كما قلت لك راه هي في الحقيقه راه شي حاجه اللي يصعب عليا ان اعبر عنها، لان الحب ما تنعبروش عليه، هو شعور يعني ما يمكنش يعبر عليه الانسان بالتعبير. نعم، اذا كاين شي حاجه روحانيه ربطتك بالاسلام وربطتك يعني يعني بالامامه بالضبط. نعم نعم، وكذلك يعني فعلا راه هي تجربه روحية، وأيضا يعني في الواقع الذي نعيشه في فرنسا الحمد لله، يعني معنا يعني مسلمين والحمد لله كنشوفوا فيهم يعني واحد يعني شيء من الأخلاق وشيء من الشيء كيأثر في النفوس. نعم. سليم مورغان، يعني السؤال اللي تسأله كثير من الإخوة اللي تسمعوك تقول لي كيفاش تعلم الدارجة والعربية؟ يعني على حسب المعرفة ديالي الآن عندكم يعني 15 عام تقريبا يعني باش دخلتوا الإسلام، يعني ربما هذا المعلومات اللي بحثت عليها، لكن كيفاش تبارك الله وليتي يعني تتحاضر باللغة العربية وفي علوم تتكلم في علم الحديث وفي الفقه؟ يعني بغيت تعطينا تجربة، أنتم خريجي ديال المعهد محمد السادس تكوين الأئمة، شنو استفدتي في هذا المعهد وشنو أعطوك هاد الأئمة وفي المجال الديني؟ استفادة سيدي محمد استفادة كبيرة، استفادة علمية واستفادة إنسانية كذلك. أنا c'était une histoire humaine ma cette période que j'ai pu passer au Maroc, c'est vrai que nous avons beaucoup profité sur le côté علمي يعني الجانب العلمي وكذلك في الجانب الإنساني. يعني la première des choses qui m'a frappé en venant faire des études au Maroc, c'est cette importance qui est donnée chez tous les Marocains. J'ai vu cette importance du Coran, cet amour. يعني هذه المحبة للقرآن الكريم وللعلوم الشرعية. Ça c'est quelque chose qui الناس يعني يعني أثروا فيك سلوك ديال الناس أكثر ما أثروا فيك يعني مثلا كتب ولا كلمات، يعني المعاملات ديال الناس اللي أثرت فيك. نعم وعلاقة المغاربة بالقرآن الكريم، يعني هذه المحبة للقرآن الكريم شيء غريب. أنا كثير سبحان الله أثر فيها بزاف، يعني سات دي زونفون كي بارت أبخوندر لو كوران تري جون آج كي سو دون أو كوران وسات أمور أوسي بور لي جون دو كوران. تعظيم أهل القرآن، يعني هذه المحبة ديال أهل القرآن توسي سيكون شوز كي ما بوكو توشي. أما داخل المعهد يعني دون أو سان دو لانستيتيو
ça a été une occasion d'abord de pouvoir clarifier de nombreux concepts qui pour nous en France n'étaient pas on l'a entendu notamment de la part de Sidi Tariq mais aussi de Sidi Hassan certains concepts en France ne sont pas suffisamment développés. Nous avons parfois une seule vision qui nous est amenée, une vision qui est très loin de la réalité. Et donc, la première chose, cette remise, j'ai envie de dire, cette reprise en main des concepts islamiques, première des choses. Et puis la deuxième chose, هذا المذهب المبني على الاعتدال والوسطية, ça c'est quelque chose dont nous avons besoin en France. Ça c'est quelque chose dont on ne peut pas se priver chez nous en France. نعم. إذن وبغيت نسألك واحد السؤال, يعني ربما كثير من الناس من تسلموا واش تلقوا مشاكل يعني مع العائلة, كيف شي يوقع لكم اندماج يعني بين ثقافة لإنسان ورثها على العائلة دياله في معاملته مع والديه مع العائلة, يعني في الأكل دياله في الشرب دياله, بغيناك تعطينا يعني التجربة ديالكم سيدي مغران. نعم, سؤال مهم جدا, لأن أرى بعض الإخوان يعني quand on rentre dans l'islam là, on a besoin d'être accompagné parce qu'on on est en train d'ouvrir une nouvelle page avec soi-même, une nouvelle page. وانت لقيتي اللي يعاونك معذره على المقاطعه, لقيتي اللي يوجهك, لان تتلقى بعض الناس دخلوا الاسلام ولكن ربما يختطف من بعض التيارات معينه اللي تتوجه واحد التوجيه ماشي صحيح, وهذا ماشي في فرنسا يعني ربما في اوروبا كامله. يعني واش لقيتي اللي يوجهك ويعطيك هذا بحكم ربما علاقتك مع المغاربه والطبيعه المغاربه ماشي تعصبا, يعني الطبيعه ديالهم فيهم يعني الرحمه والوسطيه وعدم التشدد. نعم تماما سيدي محمد, الله يلا راه سي اكزاكتومون سا. انا جي لا شونس دتر بري سو ليل دو بيرسون كي افي جوستومون سيت كولتور دو تعايش دو فيفر انسامبل دو لا رحمه دو لا محبه, اي سي سكي مون انسيني دون مي ديبي دو الاسلام. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et dont nous, en imam en France, nous devons prendre cette responsabilité de pouvoir transmettre. C'est vrai que lorsque quelqu'un vient se convertir, par exemple, dans une mosquée, nous sommes tous très heureux. Mais qu'est-ce qui vient après ? Il faut un accompagnement spirituel, il faut un accompagnement, enseigner ses valeurs, transmettre ses valeurs et apprendre. Il faut... C'est un cheminement qui commence et donc il faut pouvoir conseiller nos frères et nos sœurs qui sont nouvellement convertis, qui rentrent dans l'islam, pouvoir les accompagner et leur transmettre ces valeurs de juste milieu, ces valeurs de tolérance et les conseiller au quotidien, pouvoir les conseiller au quotidien dans leur nouveau rapport. C'est un nouveau rapport avec Dieu, avec eux-mêmes, avec leur famille aussi. Leur apprendre à être des... dans leur lien avec leur famille, à être des exemples. C'est l'exemple le meilleur exemple. Eh bien, c'est ce que je dis moi personnellement aux convertis quand ils rentrent dans l'islam. Je leur dis, hadi shahada, témoignage, shahada, ils te connaissent plus fort. Quand les gens viennent faire ce témoignage par la langue lors de leur conversion, il faut que eux ils soient témoins par leurs actes, par leur corps, par leur... C'est ça qui est... Et c'est ce dont on a besoin, un accompagnement pour que هذه الشهادة اللي كتكون على اللسان, elle devient un témoignage quotidien par les actes. نعم. نرجعوا لسيدي طارق. شكرا لكم سيدي مورغان. نرجعوا لسيدي طارق بن قرعي. تنقل بأنه طرح مسألة ديال المذهب المالكي. المذهب المالكي يمكن أن يكون عاملا مناسبا للجالية المغربية في أوروبا, وتنعرفكم سيدي طارق بأنه عندكم عناية كبيرة بالمذهب المالكي, يعني ممارستان وتدريسان وفهمان وتطبيقا. فإذا مش ممكن نعتبره أن هذا المذهب اللي تطور على أرضية أوروبية الأندلس, ثم إن فلسفة هذا المذهب يعني تتمنحنا واحد مجموعة من الأدوات والأصول التي تمكننا من الاندماج في مثل هذه المجتمعات مثلا الأوروبية وخاصة في فرنسا.
الدكتور سيدي عبد الله بوصوف تذكر يعني في واحد الحوار ذكر بعض الوجوه الهامه اللي تتشكل لنا يعني واحد وسيله ديال الاندماج وديال التواصل. مثلا ابن رشد الفقيه المالكي الكبير المعروف يعني في اوروبا كواحد من كبار الفلاسفه العقلانيين، مثلا كابن خلدون الذي كان عالما مؤرخا وعالم اجتماع وكان فقيها مالكيا، كابن عربي اللي كان فيلسوفا وصوفيا وفقيها مالكيا. فاذا الاوروبيون تعرفوا مثلا هذه الوجوه وعن طريقها ممكن مثلا نوصلوا واحد نوع من المصالحه بين الاسلام والغرب. شنو ممكن تقول لناس دي طريق يعني في هذا الباب بحكم اشتغال ديالكم بالفقه المالكي اللي يعني موصوف بالاتساع يعني بالسعه وب يعني وبكثره قواعده؟ نعم سيدي. اولا بارك الله فيك سيدي محمد. اولا تفاعلا مع الاخوه الكرام، حقيقه هاد قضيه التربيه والتكوين والتعليم هي قضية مصيرية. التحديات التي تواجه الإمام اليوم توجب عليه وتحتم عليه أن يعرف حقيقة وسطه. وحنا في المذهب المالكي عندنا واحد القاعدة مهمة جدا، المفتي لا بد أن يكون من أهل البلد ملما لحال أهل البلد، حتى أنهم في عرفهم في العمل الفاسي مثلا يقول لما كانش المفتي في ضبط يعني اللهجة ديال المكان اللي هو فيه ما يمكنش نقبل الفتوى ديالو، لان ما يعرفش مثلا الالفاظ المستعمله في الطلاق، الالفاظ المستعمله في التجاره الى اخره. هذه فقط بين قوسين باش نفهموا ضروره معرفه الوسط الذي نحن فيه واللغه، ملك اللغه اللي حنا كنتكلموا بها مع الناس باش يفهمونا الناس، لاننا دعاة اولا ولسنا قضاة، ولان الله تبارك وتعالى يقول ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. فالتبيين بلغة القوم مهمة جدا، والتحديات بطبيعة الحال أسأل الله أن توفق. إجابة على سؤالكم سيدي محمد، المذهب المالكي بطبيعة الحال مذهب إمام المدينة سيدنا الإمام مالك رحمة الله عليه، بالإضافة للأصلين اللي هما الكتاب والسنة. نعم، وقيل انقطع الخط عن سيدي طريق. نتمنى ان شاء الله تعالى نعود نتصل به باذن الله تبارك وتعالى، سنعيد الاتصال به. نعود الى سيدي حسن بالمجدوب. سيدي حسن معنا ياك سيدي؟ سيدي حسن. نعم سيدي حسن، ربما سمعتي السؤال اللي طرحت على سيدي طريق، قال يعني الانقطاع في الخط، ان شاء الله نعيد الاتصال به. بغيت نسولك سيدي حسن، المساجد والمؤسسات نعم. الإسلامية يعني في أوروبا بحكم أنكم تتشغلوا في هذا الميدان، واش قادرة على تأطير الجالية وعلى انفتاح على المجتمع اللي تعيشوا فيه؟ يعني مثلا تتقوموا، الحمد لله أنا حضرت معكم في حوار مع باقي الأديان، تتقوموا تديروا أيام مفتوحة إلى آخره، يعني شنو ممكن تقول لنا في هذا المجال جزاكم الله خيرا؟ هو حقيقة يعني هذه الأشياء أصبحت ضرورية أخي الكريم، لأن الآن الإسلام لابد أن نعرف بذاته. الإسلام الوسطي كما أشار له الأخير، يقول الإسلام هو إسلام وسطي، وهذا لا يكون إلا عن طريق التعليم، عن طريق يعني. فمثلا كما أشار سيد مورغان وجزاه الله خيرا بالنسبة للفرنسيين اللي يعتنقون الإسلام، أنا عندي تجربة مع الفرنسيين الذين يعتنقون الإسلام هنا في مسجدي. أنا عامل لهم معهد للتدريس، معهد عنده 3 سنوات ندرسهم في الدين، وأجلهم حوالي 90% كلهم فرنسيين مسلمين ومرتاحين الحمد لله. فهذا الجالية الآن عندي طالبة الآن ما شاء الله، هي كانت دمرت 3 سنوات نتاع التدريس، الآن أصبحت مدرسة، هذه السنة ستدرس عندي في المعهد، وهي فرنسية مسلمة ما شاء الله. بالمناسبة التدريس راح تديروا باللغة الفرنسية يعني بالفرنسية يعني. نعم هذا التدريس، نعم جو لو دي دونك لونسينمون سي اون لانغ فرونسيز، الحمد لله اقبال كبير. فلا بد من تأطير الجالية، وهذا بطبيعة الحال شيء يعني عمل كبير وعمل جلل، ولا بد له من امكانيات، وتعرف ان الامكانيات نتاع الجالية الإسلامية محدودة. فرغم ذلك ورغم هذه التحديات نحاول جادين بإذن الله عز وجل أن نجتهد في هذا الباب ونؤطر هؤلاء الشباب حتى غدا إن شاء الله تعالى ربما نروح إن شاء الله ويبقوا ناس
اللي يبقوا مالكين شادين هذا الدين، دين الحق، لأن إذا ما قطرناهمش الآن غدا ستكون مصيبة. الدين ربما سينضطر حتى من هنا من فرنسا، فلا بد الآن، أصبح الأمر ضروري ضروري ومؤكد من تأطير هؤلاء الجالية المسلمة. فنحاول جادين كما قلت لك، يعني نحاول نوعي الأئمة، نحاول نوعي الشباب، نستغل منبر الجمعة لأن هذا يعني منبر أسبوعي لتوعية الجالية المسلمة، ونرجو الله عز وجل أن يوفقنا لذلك إن شاء الله. بارك الله تعالى في عمركم ونفع بكم. إذا نرجع لسيدي طريق. طريق معنا يا كسيدي. نعم سيدي معكم. نعم، إذا بغينا نكملوا في نفس الموضوع اللي تكلمنا فيه، الهوية يعني الثقافية والدينية المغربية مكونة من عدة مكونات. من هذا المكون الفقهي تتمثلنا في المذهب المالكي. فبسبب أنكم اشتغالكم يعني بهذا المذهب ربما على حسب التجربة ديالي المتواضعة تلقاه يعني غايب على مستوى الأدبيات الدينية، مثلا في المكتبات والخزانات في أوروبا تلقاو ترجمة ديال بعض الكتب اللي ماشي مثلا ماشي في السياق ديالها إلى آخره. تفضل سيدنا. نعم، مدرسة للجامعة المستقلة اللي نشأتها هذه تقريبا 6 سنوات مع مجموعة الأساتذة والدكاترة، اليو اي سي بي، الأساتذة دونسينيمون سوبيريور إسلاميك دو باري، تعنى بالثلاثية المغربية، عقل الأشعري، فقه مالك، وطريقة الجنيد السالك. هذه من التوابيت ديالنا، في عقل الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. علاش هذا المذهب بالضبط؟ علاش هذه العقيدة بالضبط؟ علاش هذا السلوك الجنيدي بالضبط؟ لسبب بسيط جدا. أولا هو تراثنا الحمد لله منذ أزيد من 1300 سنة تقريبا، ونحن لا يصلح آخر الأمة إلا بما صالح به أولها. ثانيا من جهة الأصول، الدين المالكي عنده أصلين كحال جميع المذاهب، القرآن والسنة طبعا الحال كاين الإجماع كاين القياس، ولكن عندنا 17 ونا 17 سورس سكوندير فوار 19 17 سورس سكوندير من الاستنباط الفقهي. من هذه الأمور هذه عمل أهل المدينة وبصفة عامة العمل أو العرف أو ما جرى به العمل، فإنه عندنا مثلا العمل الفاسي، عندنا العمل التلمساني، عندنا العمل السوسي، عندنا العمل القرطبي، وهذه حاولنا نترجموا بعضها لأن كتبين لنا مراعاة السادة العلماء المالكية عبر العصور لعرفهم وعمل الناس في وسطهم، ويعني كيفاش كانوا كيتعاملوا مع النوازي بواحد المرونه وبواحد الانفتاح. طبعا حكي التوابت اللي ما هو قطعي ثبوت الدلاله هذا لا نقاش فيه، ولكن كل ما هو ظني ثبوت الدلاله كيستعملوا ما يسمى بالعرف والعمل. تسلق الله تبارك وتعالى، خذ العفو وامر بالعرف وامر بالعرف. فهذا العرف عندنا احنا مهم بزاف كنتعاملوا به. عندنا كذلك من هذه الاصول اللي هي 17 ولا 19، عندنا مراعاة الخلاف، حتى أن إمامنا مالك كان راعى مثلا في المسألة ديال الزواج، مسألة الشغار، مسألة كذلك الزواج من غير الولي لأخيه، راعى مذهب أبي حنيفة، حتى إنه حينما أمره جعفر المنصور أو طلب منه جعفر المنصور أن يعلم كتابه الموطأ على سائر الأمصار، قال لعل صحابة قد يعني صحابة الكرام سافروا إلى مواطن أخرى ويعني بلغوا ما لم أبلغه، فما بغاش يشدد على الناس. وهذه القضية دي المراعاة الخلاف مهمة بزاف، خصوصا حينما نتكلم مع المخالف من غير دين الله. فما يمكنش أنت تدعي الله تكون سفير للجمال، تو با اتر ان امباسادور دو لا بوتي سان بروند ان كونسيديراسيون لو في كو لوتر نو بارتاج با تي زافي بور جوستمون اتر مبشر ان انونسور دو بون نوفيل ان انونسياتور دو بون نوفيل وما تكونش منفر. ما خصكش تقول لعناس والله على الكافرين وداك اللعون الى اخره، خصك تحبب له الاسلام. tu dois le faire aimer cette religion par la beauté de comportement par le fait de mettre en valeur سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلت ذهبنا المالكي هو ما يصلح لهذه البلاد ديال الغرب، لانه بالاساس مذهب يعني الحمد لله حينما يعني تتقصد سيدي طريق باش ربما بعبارات اخرى. اذا ملي تنتكلموا على المذهب المالكي ما غاديش نتكلموا على الاحكام ديالو التفصيليه وغادي نقلوها لفرنسا، وانما يعني تنتكلموا على الروح ديال المذهب المبني على اساس على المصالح المرسله على العرف على شرع من قبلنا. يعني هذا يعني مربط الفرس، ان هناك بعض الدعاه للاسف يعني كيتبناوا المذهب المالكي بفروعه وكيح
يحاولوا يضيقوا على الناس، يقولوا حكا الملكية قالوا هذا حرام هكذا، ويضيقوا على الناس فيما هو ظني ثبوت الدلالة. حنا كنعتمد المالكي كهندسة فقهية، كمبادئ، كمقاصد، كتأصيل. يعني ملي كنهضروا على مراعاة الخلاف أو كنهضروا على سد الذرائع أو كنهضروا على المصالح المرسلة، هذا هو الذي نعتمد به من المالكي. وإنما ملي كنشوف من المالكي عبر العصور، كان في ميسار في المغرب الكبير في الأندلس، ما كانش نفس الفتاوى وما كانش نفس التعامل مع نوازل الفقهية. هذا هو اللي خصنا نضبطوه. ماشي الفقيه يجي، وكاين بعض الناس للأسف كيكونوا في المذهب الظاهري كيجي كيتمسح بالمذهب المالكي وكيبقى يخبط غبطة عشواء وكيجيب حوايج لا علاقة لها بواقعنا وكيفرض على الناس. فاحنا نذكروا الأئمة أنه ما يمكنش تسقط فتاوى عندها 1000 سنة وكتتعلق بواحد الوسط معين بواحد السياق معين وتجيبها لنا وتقول لهم لا حق المرأة خصها توجهها لأنه قال بعض فقهاء المذهب أنها كذا في زمن الفتنة إلى آخره. هذا لا يصلح لنا. احنا رجعنا الأصل اللي هو ما قاله القاضي عياض وقال عنه أنه مجمع عليه، إن فرض ستر الوجه خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. كاين اللي كيمشي للمدخل ديال بالحاج ولا كيمشي للمنشارسي وكيبدا يجبد منه فتاوى وكيبدا يترجمها للفرنسية، فيكون فتنة وفساد كبير. إذا العالم كما قلت يكون ملما بحال أهل البلد، عنده هذه القابلية ديال اعتماد أصول من بنى عليها مذهبنا المالكي وترسخت في الغرب الإسلامي في الأندلس وبينات النجاعة ديالها في المساحة الآخر والتعايش مع الآخر واعتبار الآخر، لأننا سفراء أولا سفراء الشمال. والحمد لله النموذج المغربي كما قلنا على فعلى مر العصور بين النجاعة ديالو بين بالمقاصد. مثلا نهضروا على الحزب بعد صلاة الصبح بعد صلاة المغرب اللي ولا للأسف هنا ممنوع في فرنسا، هذا شنو؟ هذا كيجعل المسلم والمسلمة كيبقى يرتبط بالقرآن. هذا هو المقصد. علاش عندنا الوقف وقف الإمام الهبطي، عندنا وقف الحمد لله موحد، كنستغلوا هذا الوقف الموحد برواية ورش الوقف الهبطي باش نبلغوا كتاب الله. هذا القراءة الجماعية جميلة والحمد لله خاصنا نحافظوا عليها. كذلك عندنا قضية هاد سميتو المواسم اللي كنحتفلوا بها بحال المولد النبوي، هذا راه في المغرب عندنا ثابت من التوابيت الحمد لله، وكما قلنا قبيلة وخلوا سيدنا كذلك كيجعل هذا الارتباط براس الله والتعريف تعرف التعريف براس الله. إذا عنده واحد المقصد والأمور بمقاصدها. كذلك مسألة ديالنا حنايا في مذهبنا المالكي كيفاش كان نراعيو الخلاف مع الآخر، كيفاش كان نتعاملوا مع الآخرين بواحد الحمد لله في العقيدة الشعرية ما كان كفروا حد وكان يلتزموا في اسم الظن بالله في اسم الظن بعباد الله. وعندنا بعض المسائل اللي ما قدروش نطبقوها في فرنسا الملكية المشهورية، ما يمكنش غير المسلم يدخل المسجد. هنا ما اعتبرناش هذه القضية لأنه إلا منعنا المساجد ديالنا من هاد غير المسلمين يدخلوا لها تاهما غادي يمنعونا من بزاف الحوايج وما غنوصلوش دين الله. وهذا المعتمد عند المالكي هنايا ما نقدروش نطبقوه. هذا مثال غنطبقوا مثلا ما قاله ابو حنيفه واللي كينبني على كتاب الله عز وجل، انما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام. يعني كنهضروا على المسجد الحرام فقط، فما يمكنش يمنعوا هنايا المساجد، وخصوصا احنا عندنا ما يسمى بحوار الاديان والعبد الضعيف النشيط فيه. ما يمكنش هما يستقبلونا في الكنائس ديالهم باش نتكلموا على مبادئ عظمى مبادئ تجمعنا ونحن نمنعوهم نقول لا ما تقدروش تدخلوا المسجد كذا. بالعكس خصنا نفتحوا المساجد ديالنا في حوار الاديان. وكمل النبي صلى الله عليه وسلم استقبل نصارى جيران في مسجده صلى الله عليه وسلم وبين لهم، فاحنا كذلك نكونوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجادلوا الكتاب الا بالتي احسن. وهذه فقط يعني بعض الشذرات سيدي محمد. ولعل الوقت لا يسعف، وانما الامور المذهب المالكي يعني لا لا فكره الحمد لله وصلت. اذا المستمعي الكرام نبقى مع فاصل قصير بحول الله تعالى مع مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نعود اليكم فابقوا معنا. لا إخلاص والصلاة عليك
بونكيا يا صلي في بونكيا يا صلي في بونكيا.
المدى يا جميل الذات ويا جميل الصفات. طاقم ميد راديو يتمنى لكم ذكرى مولد نبوي سعيد، وكل عام وأنتم بألف خير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنور بها وجوهنا، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطهر بها قلوبنا، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تروح بها أرواحنا، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تزكي بها نفوسنا، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تستر بها عيوبنا. مستمعي الكرام، أنتم في الاستماع إلى إذاعة ميد راديو في برنامج حول المولد النبوي، وفي لقاء مع مجموعة من الأئمة والشيوخ والدكاترة. غادي ننتقلوا إن شاء الله تعالى إلى الأستاذ مورغان. أستاذ مورغان، ونسوله يعني عن التجربة دياله التي يعني تلقاها في معهد محمد السادس. سيدي مورغان، تنعرفوا بأنه الإسلام كما يرى يعني أهله قادرون على التأقلم مع الوضع الأوروبي وغيره، فإذا تنسولك واش الإسلام قادر على التفاعل مع الأسئلة المنبثقة من السياق الجديد، علاقات المساواة ما بين جنسين، بحكم أنكم يعني عشتوا يعني واحد المدة ماشي يعني على الإسلام، وانت كبرتوا يعني في فرنسا ويعني وعشتوا تجربه ديال الدين، فكيفاش ممكن باذن الله تعالى تضيفوا التجربه ديالكم باذن الله تعالى الى المسلمين، وشنو تلقيتوا في المعهد ديال محمد السادس؟ مرحبا سيدي مورغان. الله يبارك فيك سيدي محمد، بارك الله فيك سيدي. السؤال في حقره سنت الله فيك، ولكن كثرنا عليك الاسئله. نعم نتهلاو فيك دابا انت يعني الضيف ديالنا، خصنا نتهلاو فيك ولكن كثرنا عليك. تفضل عندك مولاي. بالعكس سيدي، هذا الشرف. سيدي محمد، في الحقيقه الشيء راه كاين في الواقع الاوروبي وفي وخاصه المهم يعني في الواقع الفرنسي ايضا، ان بعض الناس للاساس يروج هذا الفكر بان الاسلام غير مناسب، لا يناسب الواقع مثلا الأوروبي والواقع الفرنسي، أما بجهلهم حقيقة الإسلام أو عندهم أهداف أخرى إيديولوجيك إكسيتيرا. هنا دور الإمام دور مهم جدا، لأن الإمام خصو يكون الإمام ديال الجامع، الإمام سي الإمام دو توس، pas simplement l'imam des musulmans, mais il doit être l'imam de tous, il doit être accessible à tous, et il doit défendre, il doit présenter, il doit pouvoir enseigner ces valeurs de l'islam qui sont des valeurs communes, des valeurs qui sont universelles et qui. إذا كيفاش تركزوا على هاد القيم الإنسانية؟ يعني كيف ممكن نستثمروها؟ يعني اللي كاينه في الإسلام، القيم مثلا ديال الاخلاق، القيم ديال السلم، يعني هذه قيم مشتركه كما تفضلتي. معذره على المقاطعه. لا بارك الله فيك. نعم يعني قيم مشتركه. اي دونك مثلا انا لا ماجوريتي دو مي ديسكور دو مي انترفونسيون دون لي موسكي سون دي انترفونسيون كي سون سور سي فالور لو بارتاج لو la liberté par exemple, yani la liberté en France nous avons ce liberté égalité fraternité, et bien ce sont des choses qu'on retrouve qui sont ancrées dans le message coranique, qui sont ancrées dans la sunna prophétique, et donc c'est à nous aussi les imams de mettre en avant ces valeurs qui sont des valeurs de base fondamentales dans l'islam. Et donc, par exemple, pour donner des exemples concrets, hein, c'est par exemple l'interreligieux, développer le dialogue interreligieux, voir l'adhésion,
c'est pouvoir s'ouvrir aux autres et de manière sincère, avec sincérité. Là, mais ce n'est pas de la ce n'est pas de la simple diplomatie. Non, de manière sincère, s'ouvrir à l'autre, partager à l'autre et avoir un dialogue. Ce n'est pas de la persuasion, c'est simplement un dialogue, un échange avec l'autre. Et nous devons être convaincus que notre religion, c'est une religion de paix, de tolérance, de vivre ensemble, mais également qui défend l'égalité entre les êtres, la liberté, la fraternité. C'est quand même quelque chose qui est essentiel dans notre religion, et ce sont ces valeurs-là qui doivent être mises en avant. Alors l'Institut Mohammed VI justement nous a permis de pouvoir avoir cette approche des textes qui permet de pouvoir mettre en pratique le texte dans le contexte. C'est le jama' bayna ilm an-nass wa ilm al-waqi'. Et ça, c'est ce qui donne l'essence même, ce qui permet de pouvoir pratiquer l'essence même du texte. Faire cette connexion entre le texte et le contexte pour permettre aux musulmans, où qu'ils soient, de pouvoir vivre leur religion de manière tout à fait épanouie, tout en étant épanouis dans leur environnement social, dans leur travail, dans leur vie familiale, dans leur vie, dans leur échange avec le reste de la société, qu'ils soient croyants ou qu'ils soient musulmans ou non musulmans. نعم بارك الله فيك سيدي مورغان. التحق بنا الآن الشيخ الأستاذ الشاب خليلو, هو إمام بمسجد ستراسبورغ بفرنسا, أصله من مالي وهو فرنسي مسلم. السلام عليكم ورحمة الله سيدي خليلو. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام, كيف الحال؟ والله الحمد لله, بارك الله فيكم وانتم بخير. واش مهلين فيكم شويه بعدا بالحلوى وهذا ولا فيكم يا الله؟ بارك الله فيك سي خليل. الان هو مقيم مع سي مورغان في مؤتمر علمي. الان ما بقى لنا الا بعد الدقائق سي خليل, سمعتي الشيخ مورغان تيتكلم على الحوار, على التبادل, على العيش المشترك, على الحريه, الاخوه, يعني على القيم الانسانيه. والحمد لله انتم تقوموا بمجموعه من الانشطه, يعني بالمسجد يعني الكبير لاكوند موسكي, يعني الانشطه العلميه, عندكم تواصل, عندكم حوارات. بغيتك تذكر لنا ان شاء الله تعالى يعني باختصار هذه الانشطه هذه, وكذلك أنتم خريج معهد محمد السادس. تفضل مولاي. نعم, بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا جزاكم الله خيرا حنا لهذه الفرصة. الحمد لله عندنا في مسجد ستراسبورغ الكبير بشمال فرنسا مجموعة من الأنشطة. طبعا الهدف الأهم هو كيف نكون نبني وحي جيل, جيلا من الشباب يعني يشاركون في المجتمع ويكون لديهم واحد دور يعني كبير في المجتمع, ومع ذلك يتمسكون بالدين ولا تناقض في هذا الأمر. هذا هو المقصد الأهم, ولنصل إلى ذلك فعندنا أولا مجموعة من المجالس, طبعا مجالس خاصة للشباب وهذا مهم, يعني نقول المسجد مفتوح للجميع ومفتوح حتى للشباب, ف لابد يكون واحد البيئه قويه في المسجد باش يجيو الشباب ويتكونوا ويحفظون القران ويتعلمون العربيه. هذا فيما يتعلق بالدين, ولكن عندنا كذلك نفس المجالس نتحدث فيها في امور ليس فقط امور دينيه, وانما امور يعني قد يحتاج الانسان في حياته اليوميه وهكذا. فعندنا هذه المجالس, عندنا مجلس كل احد على الساعه الثانيه ظهرا. هذا المجلس هو مجلس الشباب, يعني مجلس خاص الشباب, ويحضر هذا المجلس تقريبا 40-50 شباب يعني كل أسبوع. وعندنا كذلك الدروس, مجموعة من الدروس في التصوف طبعا وفي الفقه مستوى عادي يعني في الفقه, وهذه الدروس يعني مفتوح للجميع كذلك للذكور والإناث مجانية طبعا في المسجد. والحمد لله نزور يعني في الفقه ربما أنا طلعت أنكم تدرسوا المثل الأخضري يعني على مذهب الإمام مالك. نعم نعم, نعم يعني درسنا الشباب الحمد لله. أنا أتكلم في فرنسا وأتكلم طبعا نحن ندرس هذا باللغة الفرنسية لأن الشباب هنالك يعني ولدوا هنالك في فرنسا فلا يفهمون العربية,
فدرسنا باللغة الفرنسية المتن الأخضري ومتن الفقهية لسيدي عبد القادر الفاسي، وقرأنا بداية الهداية وأيها الولد للإمام الغزالي ومجموعة كذلك من كتب أخرى. طبعا هذا في وقت المولد قرأنا نقرأ مولد عرف التعريف للمولد الشريف للإمام الجزري، وسنشرع إن شاء الله، نحن سنحتفي إن شاء الله بذكرى المولد النبوي الأسبوع المقبل في آخر الأسبوع المقبل، ونقرأ فيه كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى ورضي عنه كاملا في 3 مجالس باللغة الفرنسية، لأن هذا ليس خاصة للعرب حتى الشباب الذين ولدوا في فرنسا وكبروا هنالك ودرسوا هنالك فهم كذلك قدوتهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فلابد أن سيدي خليلو معذرة لأن الوقت تيزحمنا، بغيت تعطيني باختصار إن شاء الله تعالى الجمالية ديال البناء ديال المسجد الكبير بستراسبورغ، يعني باختصار شديد يعني القصة ديال البناء ديالو وذاك الجمالية ذاك الدلالات ديال ذاك الوردة اللي مفتوحة هكذا، شنو تتعطينا؟ يعني يعني أهم ما أريد أن أقول فيما يتعلق ببناء المسجد هو أن هذا المسجد هو نتيجة جهد ونتيجة عمل يعني اجتماعي بين الشباب والطلبة والقدماء، فلا بد من الارتباط يعني بين القدماء والجدود والشباب، هذا الذي أعطينا المسجد يعني. وأما القصة هي طويلة جدا. نعم صحيح 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 بإذن الله تعالى. إذن مستمعي الكرام نختموا مع الضيوف ديالنا، كل واحد غادي نعطيه إن شاء الله دقيقة. نبدأ بالبداية مع سيدي حسن بالمجدوب. سيدي حسن كلمة أخيرة في دقيقة أو دقيقة ونصف. نعم سيدي حسن بغينا نختموا إن شاء الله المجلس يعني كلمة في دقيقة أو دقيقة ونصف بإذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى. أنت على كل حال جزاك الله خيرا أخي الكريم على هذا المنبر الكريم الذي نتواصل فيه مع أخواننا في المغرب وربما في الجالية المسلمة في فرنسا، وشكرا على هذا الموضوع القيم لأنه حقيقة أصبح موضوع الساعة لابد أن نتكلم فيه ولابد أن نعمم هذا الذكرى إن شاء الله تعالى ونجعلها يعني ذكرى كل سنة، أن تحيى كل سنة ولو من خلال هذا المنبر إن شاء الله تعالى. ونشكر كذلك الضيوف الكرام سيدي طريق وسيدي مورغان وسي خليل إن شاء الله تعالى على مدخلاتهم وجهودهم، وطلب الله عز وجل أن نستفيد كل واحد يستفيد من التجربة نتاع الآخر إن شاء الله في مناطقهم إن شاء الله تعالى، حتى نحاول أن نوصل هذا الدين الحق دين الرحمة دين المحبة الذي جاء به الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام والذي جاءك رحمة للعالمين بإذن الله عز وجل. فحقيقة تحديات كبيرة ولكن نرجو الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في كل أعمالنا وعملكم، وبارك الله فيكم جزاكم الله خير، وبارك الله فيك أخي سيدي محمد على هذه الجهود. بارك الله فيك. شكرا سيدي حسن بالمجدوب على الوقت ديالكم الثمين عطيته لنا، وذكر بأنه إمام وخطيب ومحاضر ورئيس جمعية مسلمين مغنياك ورئيس المجلس الجهوي الإقليمي الديانة الإسلامية بفرنسا. سيدي طريق أبو النور كلمة ختامية بحول الله تعالى. بارك الله فيكم سيدي محمد، أولا قبل كل شيء شكر موصول إنما لمشكل الناس لمشكل الله، هذه مبادرة ثمينة تحسب لكم إن شاء الله. يعني اللي نقدر نختم به سيدي والشكر للضيوف جميعا، اللي نقدر نختم به هو أنه هذا الاحتفاء برسول الله والارتباط برسول الله ينبغي أن يكون حيا في قلوبنا السنة كلها، لأن الصحابة اللي كيسول علاش ما كانوش كيحتفلوا به، لأن كان حيا في قلوبهم، محبته كانت ثابتة وحية كل يوم كل ليلة في كل نبضة من نبضات القلوب ديالهم. فاحنا خصنا نوصلوا لهذه الدرجة هذه بإذن الله بشوية بشوية عبر هذا الاحتفال وعبر هذا الارتباط برسول الله صلى الله عليه وسلم عبر مذكرة سيرته. ومسألة مهمة جدا نأكد عليها الجانب التزكوي، إن من الأمور اللي كيغفلوا عليها هنا الأئمة وكثير من الأئمة الله يصاب لنا جميعا الله يوفقنا جميعا، هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيتاء بالكتاب وبالحكمة وبالتزكية، هاد الثلاثة هادو ما يمكنش نفصلوا واحد على الآخر، ما يمكنش نفصلوا الكتاب على الحكمة
ما يمكنش نفصل كتاب الحكمة على الدزكية. الدزكية متعلقة بالقلوب، وهذا الأمر ديال الدزكية هو اللي كيربطنا بالآخر المخالف، لأن لغة القلوب ماشي بحال لغة اللسان. لغة القلوب تطرق الأرواح من غير استئذان، وهذا هو الرسالة. إلا بغينا هنا في أوروبا نبشروا وما نفروش ونكونوا دعاة ماشي قضاة، ووصلوا هذا الجمال المحمدي، خصنا هذا الجانب الزكاوي يرجع للمساجد ديالنا. وهذا المولد يعني خير مناسبة وخير جسر باش نرجعوا للدور الزكاوي، الدور التربوي، الدور الروحي للمساجد، عبر إنشاء مجالس كما قلنا، السماع، الذكر، تلاوة الشمائل والشفاء إلى آخره، باش ثقافة ديال المولد ترجع، نرجعوا للتصالح مع الثوابت ديالنا، ونمكنوا هاد الشباب وحتى المخالف من غير المسلمين يتعرف على الجمال سيدنا مسلم، ونكونوا خير سفراء الجمال، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك سي طارق على الكلمات النيرات المباركات، وزاد الله في مددكم وفي حسكم ومعناكم. سيدي مورغان، كلمة إن شاء الله في دقيقة بحول الله. مرحبا سيدي مورغان. نعم سيدي. كلمة في دقيقة لأن اقتربنا على نهاية البرنامج. نعم سيدي محمد، أولا يعني بغيت نشكركم على هذا المجهود وعلى هذه المبادرة، وبغيت نشكر يعني الضيوف الكرام، وهذه المبادرة في الحقيقة يعني هي من النفحات المحمدية، يعني من نفحات هذا المولد، وهذه المبادرة تجسد يعني هذه الرحمة المحمدية، لأن ce sont des événements comme cela qui nous permettent de nous rassembler, de pouvoir échanger من أماكن مختلفة، من أصول مختلفة، ولكن الحمد لله نجتمع ونتواصل بسبب وهذا كله برحمة الله وبرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكرا جزيلا. نعم شكرا لكم سيدي مورغان، معذرا على المقاطعة، وفقكم الله وأجر الخير على أيديكم ونفع بكم بحول الله تعالى. سيدي خليلو مرحبا في دقيقة إن شاء الله. سيدي خليلو كلمة ختامية من عندكم. نعم سيدي جزاكم الله بخير، بارك الله. تمنينا تكون معنا في الأول ولكن الظروف خارج عن إرادتكم. مرحبا مرحبا مرحبا. الذي أقوله ختابا كجملة واحدة هو أن في طبعا في الأمة اختلافات كثيرة، لكن الذي لا نختلف فيه هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فنلتزم بذلك إن شاء الله ونتقدم بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على المشاركة، ونتمنى إن شاء الله تعالى نجدد معكم العهد والاتصال، ونبتهل إلى الله تعالى الكريم أن يجود علينا جميعا برضاه وحفظه وإحسانه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمير المؤمنين محمد السادس، وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه، وأن يسدد خطاه، وأن يبارك في عمره، وأن يرفع درجته، وأن ييسر أمره يا أرحم الراحمين، وأن يبارك في الأسرة الشريفة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا وواشر مباركة. وهذا محمد بر يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.